برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مجلات دوت كوم، حلقة مميزة لهالأسبوع، عندنا مجلات عربية وعالمية بين الفن والأعمال والاقتصاد. خلونا نتابع سوا شو هي المجلات اللي اخترنا لكم إياها لهالأسبوع. في هذه الحلقة من مجلات دوت كوم، مجلات كانفاس، مجلات انتيريور ديزاين، مجلات ميد، مجلات نسرينا، مجلات تين دوت كوم الإلكترونية، ومجلات آي سباي الأمريكية. نبدأ حلقتنا مع مجلة كانفاس، وهي مجلة متخصصة بالفنون التشكيلية بمنطقة الشرق الأوسط. خلونا نتابع أهم عناوينها لشهر يونيو حزيران 2012. في عناوين مجلة كانفاس: جامعي الأعمال الفنية الشباب، كانفاس تسلط الضوء على 7 أسماء من مناصري الفن في العالم. مينتال كلينيك، فن تركي يجمع بين مختلف أنواع الميديا ويتضمن فنون العرض والتجهيز. أثر جاليري، المكان الوحيد في المملكة السعودية والذي يعرض أعمال الفن السعودي المعاصر. الفنان المصري خالد حافظ يعبر عن علاقته بحبيبته مصر من خلال قصتين. للحديث حول مجلة كانفاس بستضيف الفنان التشكيلي والمصمم أحمد عائل. أحمد أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. خبرني أحمد، أول شيء ليش اخترت لنا مجلة كانفاس؟ كانفاس لأنه أول شيء يمكن بتعنين لي شخصيا، لأنه أنا لي علاقة شوي بالحياة التشكيلية والتجربة التشكيلية، وبنفس الوقت لأنه كانفاس بعتقد أنه هي فريدة من نوعها، لأنه نحن تكاد ثقافتنا التشكيلية بالمنطقة اللي نحن عايشين فيها تكاد، ما بدي أقول تكون كتير غير متفائل يعني متشائم، بس أنه ما فيها الاهتمام، محدودة. كانفاس إجت بمحل قليل من مثلها، يعني إذا بدنا نعد مجلات التشكيل في العالم العربي يمكن ما بيطلعوا 10، يمكن ما بيطلعوا، فإجت كانفاس تملى فراغ. هلأ كانفاس محتواها واللي أوت تبعها والاحترامة للمادة اللي عم تقدمها واحترامة للمتلقي اللي عم يقرأ هالمادة اجت تسد فراغ، واجت مثل كأنه صفعة جميلة، صفعة إيجابية انه انتبهوا في تشكيل، في فنون، في سكالتشر. بيهمني اعرف منك شو اللي بيميز كانفاس، بتحكي بشغف عنا احمد اول شيء كفنان وكبروفيشن، بس بتحكي بشغف حسيتك عن النوعيه تبع المجله، شو بيميزها عن غيرها؟ كانفاس مجله اول شيء تحترم حالها وبتحترم القارئ، تعتمد على شكل انيق وورق جميل نوعية جيدة، وبنفس الوقت تقدم مادة رصيني للقارئ والمتلقي، وبنفس الوقت بتقله للمتلقي أنه أنا عم أقدم لك لوحة فنية أو حكي أو موضوع عن لوحة فنية، اهتم بهاللوحة الفنية، ما تجيب اللوحة الفنية وتلبقها على الكنبية بالصالون، لازم تحط اللوحة بمحل وتعمل إمبيانس لهاللوحة، حلو، لإبراز جمالية هاللوحة، لأنه الأهم، العنصر الأهم هو اللوحة الفنية، لأنه اللوحة الفنية هي نتاج شخصي. يعني فكر المجلة ببلش من مكان مختلف، يعني عم بيجرب ياخد. نكون ياها لهالأسبوع. في هذه الحلقة من مجلات دوت كوم، مجلات كانفاس، مجلات انتيريور ديزاين، مجلات ميد، مجلات نسرينا، مجلات تين دوت كوم الإلكترونية، ومجلات آي سباي الأمريكية. نبدأ حلقتنا مع مجلة كانفاس، وهي مجلة متخصصة بالفنون التشكيلية بمنطقة الشرق الأوسط. خلونا نتابع أهم عناوينها لشهر يونيو حزيران 2012. في عناوين مجلة كانفاس: جامعي الأعمال الفنية الشباب، كانفاس تسلط الضوء على 7 أسماء من مناصري الفن في العالم. مينتال كلينيك، فن تركي يجمع بين مختلف أنواع الميديا ويتضمن فنون العرض والتجهيز. أثر جاليري، المكان الوحيد في المملكة السعودية والذي يعرض أعمال الفن السعودي المعاصر. الفنان المصري خالد حافظ
يعبر عن علاقته بحبيبته مصر من خلال قصتين. للحديث حول مجلة كانفاس بستضيف الفنان التشكيلي والمصمم أحمد عائل. أحمد أهلا وسهلا فيك. أهلا شرفتنا. ميرسي. خبرني أحمد أول شيء ليش اخترت لنا مجلة كانفاس؟ كانفاس لأنه أول شيء يمكن بتعنين لي شخصيا، لأنه أنا لي علاقة شوي بالحياة التشكيلية والتجربة التشكيلية، وبنفس الوقت لأنه كانفاس بعتقد أنه هي فريدة من نوعها، لأنه نحن تكاد ثقافتنا التشكيلية بالمنطقة اللي نحن عايشين فيها تكاد ما بدي أقول تكون كتير غير متفائل يعني متشائم، بس أنه ما فيها الاهتمام، محدودة محدودة. كانفاس إجت بمحل قليل من مثله، يعني إذا بدنا نعد مجلات التشكيل في العالم العربي يمكن ما بيطلعوا 10، يمكن ما بيطلعوا، فإجت كانفاس تملى فراغ. هلأ كانفاس محتواها واللي أوت تبعها والاحترامها للمادة اللي عم تقدمها واحترامها للمتلقي اللي عم يقرأ هالمادة إجت تسد فراغ، وإجت بمثل كأنه صفعة جميلة، صفعة إيجابية إنه انتبهوا في تشكيل، في فنون، في سكالتشر. بيهمني أعرف منك شو اللي بيميز كانفاس. بتحكي بشغف عنا أحمد، أول شيء كفنان وكبروفيشن، بس بتحكي بشغف حسيتك عن النوعية تبع المجلة، شو بيميزها عن غيرها؟ كانفاس مجلة أول شيء تحترم حالها وبتحترم القارئ، تعتمد على شكل أنيق وورق جميل نوعية جيدة، وبنفس الوقت تقدم مادة رصيني للقارئ والمتلقي، وبنفس الوقت بتقله للمتلقي أنه أنا عم أقدم لك لوحة فنية أو حكي أو موضوع عن لوحة فنية، اهتم بهاللوحة الفنية، ما تجيب اللوحة الفنية وتلبقها على الكنبية بالصالون، لازم تحط اللوحة بمحل وتعمل إمبيانس لهاللوحة لإبراز جماليتها اللوحة، لأنه الأهم العنصر الأهم هو اللوحة الفنية، لأنه اللوحة الفنية هي نتاج شخصي. يعني فكر المجلة ببلش من مكان مختلف، يعني عم بيجرب ياخد القارئ بجورني أو برحلة مختلفة، المركز تبعها هو التحفة الفنية وهو اللوحة الفنية. قلت لنا برجع وبعيد أنه قلت لنا ما في كتير مجلات بهالمجال، شو سبب أنه ما في مجلات متخصصة بالمجلات الفنية البحثة، مش الفنية اللي بتغطي أخبار فنية بتغطي الأعمال الفنية اللي بتثقف الناس كيف يتعاملوا مع اللوحة الفنية، مع السكالتشر أو النحت، مع الفنون التشكيلية، شو أسبابها برأيك؟ بعتقد السبب هو عام أكثر ما هو خاص، أنه نحن بمجتمعات أو بمكان أو زمان ما في اهتمام أو إرشاد للمتلقي أو حتى بالجامعات بالمدارس ما بتلاقي فيه أنه روحوا في فن. يعني انا بتذكر انه لحتى احكي لك عن لبنان في ساعات رسم وكذا لغوه، صحيح المشهد العام تبع الجمهور يعني المتلقي بيتجه على اشياء تانية. انا عندي تجربه شخصيه بصراحه، كنا عاملين نحن بلبنان مجله لها علاقه بالفنون التشكيليه كانت دسمه جدا. شو كان اسمها؟ النقطه اسمها، تعنى بالفنون التشكيليه والثقافيه. ف أكثر الأوقات يجونا ناس يقولولنا أنه حركوا ولا هالمجلة، حطوا أبراج، حطوا، مع احترامي لكل المواد كلنا لازم يكون يعني عنا، ببسطوا كتير نحن عنا، ببسطوا الأمور كتير. وبدي ركز على موضوع كتير مهم عم بتقوله أحمد، وهيدا بتمنى تكون رسالة عم نقولها لكل المعنيين بالأمور التربوية والتعليمية، أنه منركز كتير على العلوم وعلى الأمور العلمية والأدب بالمدارس، ولكن الفنون كمان بدها تتشجع، لأنه ثقافة الشعوب وحضاراتها يعني مقولبة بمجال الفنون اللي بتنتقل من جيل لجيل، وهيدي شغلة كتير مهمة اللي عم تحكي عنها، أنه بيلغوا حصة الرسم، وبالآخر هيدا أحد الفنون يلي كمان بتنتقل من جيل لجيل ومن حضارة لحضارة. 100% عم تحكي، لأنه كمان في شغلة، التاريخ بيحكي عن المعارك، عن الانتصارات، عن الأمجاد، عن الحضارة، بتحكي عن الفن، عن الأزياء، عن العمارة، عن المنتوج الفطري للكائن البشري، قديش هو منتج كإنساني. أنا لما بعمل لوحة ما بعملها لأنه والله بدي بيعها، أنا بعمل لوحة ما بدي بيعها أصلاً،
بس بعمل لوحة لأنه أنا بحس بشيء من خلفية جاي محددة، جاي من باك جراوند إلها علاقة بموروثاتي اللي علمني إياها بي أمي، بموروثاتي المجتمعية اللي أنا كنت عايش فيه مجتمع أعطاني آيتمز أنا أحسست فيها بطريقة ما وعبرت عنها، وهيك اللي بيعمل الشاعر وهيك بيعمل المهندس. فإذا هذا منتوج إنساني محض يعني. يعني عدة معطيات بتدخل لما بيصير الفنان بينتج، إن كان لوحة إن كان منحوتة قصيدة أو أي شيء. هلأ رح نكمل نحن حلقتنا معك بعد هيك تقرير أخدينه من مجلة كانفاس. موضوع الغلاف الرئيسي لمجلة كانفاس كان حول ظاهرة انتشار مقتني الأعمال الفنية الصغار بالسن. خلونا نتابع أهم المواضيع اللي وردت بها التقرير. سبعة من أنصار الفن وعشاقه اختارت مجلة كانفاس أن تسلط الضوء عليهم من خلال هذا العدد الرابع والخاص من سلسلة مقتنو الأعمال الفنية الشباب. نبدأ مع الشيخة لولو الصباح من الكويت، والتي بدأ شغفها بالفن من خلال دروس الرقص الحديث والمسرح في نيويورك وباريس، كما كان لوالدتها تأثير كبير على مدى ارتباطها بالفن، إذ كانت من متابعي الفن من حول العالم. فأن تصبح الشيخة واحدة من مقتني الأعمال الفنية جاء كنتيجة طبيعية لما تربت عليه. أما الشيخ تركي آل خليفة فقد بدأ علاقته مع الفن في عام 2006 عندما كان يعمل في القنصلية البحرينية في واشنطن، إذ كان يبحث عما يربطه في بلده البحرين ولم يجد أفضل من لوحات الفن الشرق أوسط المعاصر، ومن هنا بدأت رحلته مع اقتناء اللوحات. ننتقل إلى كاميار مالكي المولود في إيران، والذي عاش في 8 بلدان مختلفة، وقد ساهمت ثقافته المتعددة في تنوع خياراته للأعمال الفنية، وهو يعشق الفن الانطباعي والحديث. أما شهريار مالك الإيراني الأصل وشقيق كاميار، فقد كان لوالداه التأثير الأكبر على تعلقه بالأعمال الفنية، وبدأ عشقه للفن منذ الصغر من خلال زيارة المتاحف والمعارض ودور الأوبرا والأعمال الموسيقية. ننتقل إلى كامران مهدافي الإيراني الأصل، والذي يقول أن الفن جزء أساسي في عائلته، وأن ارتباطه بالفن يجعله على تواصل دائم مع ثقافة وتاريخ بلده الأم، ومن هنا بدأ حبه لاقتناء الأعمال الفنية. أما اللبناني عمر أبو شريف فجدران منزله في بيروت تملأها لوحات لكبار الفنانين العرب، فهو نشأ في منزل فني بامتياز من خلال والدته التي كانت تجوب الدول العربية لتقتني كل ما له علاقة بالفن، ومن هنا جاء تقديره لاقتناء الأعمال الفنية. أخيراً نصل إلى كريستوفر سيريان الإيراني الأصل، والذي قرر أن يعيش في دبي ليكون قريب من إيران ومن فنون منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال متابعته للمعارض الفنية بدأ اهتمامه بالفن وباقتناء الأعمال الفنية الثمينة والتي أصبحت شغف حياته. هيدا الموضوع أنا شخصياً لقيته شوي غريب، لأنه مقتني التحف الفنية أو الأرت كولكترز بيكونوا إجمالاً من متقدمين بالسن، يعني الشخص بده يسمح لحاله بنضوج فكري وخبرة بحياته، وكمان براحة مالية لتسمح له يستثمر بالتحف الأثرية والفنية. خبرنا أول شيء شو تعليقك الشخصي على هالموضوع، أنه شباب بصغار السن عم بيكونوا أرت كولكترز؟ انا بصراحه انه الموضوع او هي هالشيء هذا كثير غريب، لانه تاريخيا وفعليا على الارض مثل ما قلت هن الطبقه شوي مرتاحه والبرجوا، يعني هن كانوا تاريخيا اذا بدك الطبقه الارستقراطيه والبرجوازيه هن كانوا يقتنوا ومش يشتروا الفنانين، ما بدنا نقولها، بس كانوا هن يشجعوا ويرعوا الفنان. صحيح، هيك شفنا بفرنسا، هيك شفنا بايطاليا بعصر النهضه، الميديتشي بايطاليا بفلورنس كانوا هن اللي يشجعوا، جورجيو ارماني اسماء كبيره، جورجيو ارماني، برامانتي، برنيني، جيوتو، كلهم هاو كانوا ضمن تحت رعاية طبقات معينه او عائلة ميديتشي اللي كانت حاكمه ايطاليا. ومنهم شفنا لما انا بكون مثلا حدا هو سبونسر او راعي لإلي او جاي بحب يشتري لوحه فنيه راقيه، انا ساعتها بدي اهتم بمنتوجي، بدي اهتم بالعمل الفني اللي بدي اعمله. هلا هيدي الطبقه شبه راحت تقريبا، لانه نحن عندنا هلا الطبقات الثريه والطبقات الارستقراطيه جاي من باك جراوند، اغلبيتها يعني جاي من باك جراوند
انه بزنس ومصاري واستثمار، صار اهتمام بالاعمال وبالنمو المالي. فبيجوا هول الشباب، انه الشاب يعني انه عمره لنعتبر 25 ل 35 ل 40، انه ممكن يكون عنده شغف انه بده يبيعها بعدين لله، ممكن، بس اكيد اكيد الاصل هو انه شغفه بالفن، لانه في اذا بده يستثمر في يفتح سناك، في يفتح محل انه يستثمر منه يجيبوا مصاري هلا ويكون مزبوط تبعه اعلى. ولكن بدي اسالك السؤال الثاني، لكن بدي اسالك انه هل يا ترى هالطبقه من مش هالطبقه او هالمجموعه من الشباب او هالجيل من الشباب يلي عم بيهتموا بالارت كولكشنز وبجمع التحف الفنيه هون عم يعملوها استثمار، ولا لانهم بيحبوا الفن وبدهم يشجعوه، ولا كومبينيشن او الجمع بين الاثنين؟ وشو تاثيره رح يكون على الحركه الفنيه، على تشجيع الفنون التشكيليه؟ يعني لو كانوا عم ياخذوها للاستثمار، اذا هالشيء بيشجع حركه الفن التشكيلي اهلا وسهلا فيهم. ايه عم اقول لك، انا قصدي انه لمجرد وجودهم فهذا شيء اكيد. هول الجماعه مش مغامرين، اكثر من مغامرين، لانه اذا بدهم من شان مصاري فيهم يعملوا اي مشروع تجاري يجيب كورون، يعني على طول مصاري بشكل مستمر. بس انه انا بدي اجيب لوحه انطر عليها 30 سنه لحتى يصير حق مبلغ، هذه مخاطره كبيره، واكيد مش هذا السبب. بينقلني اسالك عن سؤال كمان مهم من ناحيه المعارض الفنيه. هلا ما بعرف انت بتخبرنا اكثر اذا كانفاس بتغطي معارض فنيه، بتغطي فعاليات بيصير فيها نوع من التبادل الفكري والتقني، لانه كمان الفن التشكيلي بيصير فيه تقنيات الناس بتتبادلها. خبرنا شوي لو سمحت، اذا في معارض بالمنطقه العربيه، اذا انت شاركت باحد هالمعارض او بتسافر لتشارك فيها. الحلو بالكانفاس انه بتغطي كل منطقه الشرق الاوسط، بلاد الخليج وبلاد الشام وشوي من شمال افريقيا كمان، لهيك انا عشقتها لانه نفس الروح تقريبا. الحلو فيها انه بتخليك ابديت بكل شيء عم بيصير بالعالم، عندها كونتاكتس، هي اصلا هن متعاملين مع كذا جاليري وكذا متحف بالعالم، فالمعلومات وكل الاخبار الفنيه والثقافيه والتشكيليه بتجيها مصبوبه عندها، في سورسز لهم بيجيب منهم الاخبار وبيحطوها، بتكون انت ابديت على طول اليوم شو صار بأمريكا، بفرنسا، بروسيا، على طول. يعني في عندهم شبكة معارف وشبكة معارض بتخلي على طول المعلومة عندهم جديدة، وبيخلوا الأشخاص الموجودين بالشرق الأوسط يلي بيتابعوا هالمجلة على علم بكل شيء عم بيصير بالمجال الفنون التشكيلية. مزبوط، وبتغطي المعارض اللي بتصير. بهديك المرة صارت بأبو ظبي، بدبي كمان، صار أهم المعارض بالعالم تقريبا، عرضت لكذا فنان ولكذا نوع فنون، فكانت كانفاس من ابرز اللي حطوا مواضيع عن هالشيء، وعرضت التقنيات المستخدمه، الفنانين اللي اشتركوا، الجاليريات. هيدا بتعمل رابط بيني وبين، من خلال كانفاس انا يمكن اتعرف على جاليري، اتصل فيهم، اعمل معرض عندهم، او يعني في عملت يعني بتخلق لكم نتورك، بتخلق لكم مجتمع لكم. ونحكي كمان عن لوحاتك، بس بتركها يعني للمرحله الاخيره من الحوار، رح نكمل حديثنا معك. ولكن هلا في موضوع ثاني اخترنا لكم اياه من مجله كانفاس، وهو حول فن انستليشن وكونسبتشوال من تركيا. خلونا نتعرف على النوع من الفنون وبنرجع بنتابع لقائنا. Mentor Clinic is a kind of manifesto in itself with some values saying that, of course, art is about first about mental, but it's a clinic as well. A clinic as a factory, but as well, we are a little mad. We are, there is this sense of these two worlds together, mental and clinic, which is at the same time comfortable and uncomfortable. Do I want to be in the mental clinic, or do I refuse? Do I accept my difference with the other? How do I live with these issues that all normally point you out as someone strange? And somehow they are saying that the artists are very different in our society. They are the only one able to say I in a world where we live in collectivity, where the we is what characterizes our society. So this is
this idea of this possibility of saying, stating things and existing, and as well a kind of generic world under which they can invite other people, kind of a laboratory or a platform of dialogue, of exchanges, of production, which is kind of a freer form than just one name where everybody is working for one persona and pushing this persona somewhere else. So I found this territory very interesting and very fascinating, the way they deal with a lot of irony, a lot of very seriousness at the same time. There is always this two part in their world. تعرفنا على الموضوع الجديد يلي كمان وردنا فن من تركيا. أنا شخصياً بحب أتعرف عليه أكثر لأنه ما قريت المقال وصعب علي كتير كمان أفهم بالأمور الفنون اللي بتبقى كمان مستوردة من دول تانية يعني ومتأثرين فيها. خبرنا لو سمحت هيك شو هو هالفن اللي هلأ عم نحكي؟ تعريف مثل كان شوف بعتقد installation أو الفن المفهومي كمان وفن التجهيز هو من الفنون اللي صارت بالقرن التاسع هلا العشرين اللي مرق. اجى بعد انحصار او دواب رخمود اذا بدنا نقول المدارس التشكيليه الانطباعيه وبيكاسو والتكعيبيه وكل المدارس التشكيليه اللي صارت بالقرن السابع عشر، ثامن عشر، تاسع عشر. بعتقد اجى كمان بعد ظهور الكاميرا. وبعد ظهور الكاميرا الفوتوغرافية فوتوغراف يعني. وإجا بعد أنه عدم تحديد ماهية الفن، أنه الفن هو مجال مفتوح لكل الأفكار، لكل الهواجس، لكل مشاعرك أنك تعبر فيها بأي شكل من الأشكال. فهون إجا التجهيز هو عبارة عن يمكن تختار مادة، يمكن تكون مجلات، يمكن تكون كمبيوترز، لابتوبس، وتشكل فيهم بمكان ما، بفراغ ما، تشكل فيهم عمل فني. يمكن يكون أنان إزاز، يمكن يكون صابون، يمكن يكون شمع، يمكن يكون حيالله ماتيريال أنت بتختارها، الفنان يختارها وبيشكل فيها عمل فني له هدف وله مسج، بيعرف الفنان هو كيف يوجهها. أنا كشخص أوقات قليل يمكن بس وقت بزور معارض أو وقت بشوف هيك لوحات بمجلات أو بصور ما بنكون ريلي فهمانين مزبوط شو من اي مرجعيه جايه او من اي فكر جايه وكيف ولدت هالفكره كلها سوا. بنشوف نحن يعني فكره فنيه وبنقول حلوه كثير وفيها ابتكار وكرياتيفيتي. بدي اسالك هون شو بياثر هالشيء على انه التطور الفني، على تطور الفكر الفني، مش بس التشكيلي، قديش يعني العصرنه تبع الفن، لانه هيدي عصرنه، هيدي مودرنتي، قد ايه بتاثر كمان على نوعيه الفن فينا نقول. اي مزبوط. بيعتقد العالم بشكل عام، جماهير الفنون التشكيلية بتعتقد أنه هالأنواع من الفنون هي فنون بسيطة وسهلة أنه تنعمل، وهيدا عم بضر بالفن التشكيلي بشكل عام. بس هو بالعكس، لأنه الحداثة هي أن تضيف شيء جديد على إرث ماضي. هذه هي الحداثة، هذه هي التطور، أو منقول نحن الإرث أنه هي نحن جدودنا او اللي اشتغلوا قبلنا او الفنانين ما قبل عملوا عمل. هلا انا بدي اشتغل مثلهم بدي اكون هابط، لانه انا بدي اضيف، انا بيئتي مختلفه. فاجت الميديا، كل اللي نحن بنشتغل فيه هلا الميديا اجت لحتى تضيف على العمل الفني اللي عمله فان جوغ وبيكاسو ومايكل انجلو، وانت بدك تشوف شو بدك تبتكر. هيدا الشيء بده لازم يكون في بالمدارس، بالجامعات، بمجتمعاتنا عمليه ترشيد، توجيه وتوعيه انه في فن، انت فيك تعمل، انت انه اوكي ما لك علاقه بالفن بس فيك تعمل عمل فني في حال اردت ذلك من المكونات اللي انت عم تشتغل فيها بشكل يعني هو الابتكار والابداع، مش بس انه الواحد سمارت يمشي على الامور يعني المعروفه او المتفق عليها. هي الابتكار بيجي مثل ما قلت، عم بياخذوا منتوجات، عم بياخذوا بورقه جريده، عم بياخذوا بانينه او بالهلا بالتكنولوجيا، عم بيعملوا، عم بيبتكروا اشياء كثير. رح كمان ننتقل لمجله ثانيه اخترت لنا اياها اليوم وبنرجع بنتابع لقائنا معك. المجلة اللي اخترنا إياها ضيفنا هي مجلة Interior Design، مجلة متخصصة بالتصميم المعماري والداخلي. خلونا نتعرف على أهم مواضيعها لعدد يونيو حزيران ومنرجع منتابع لقائنا.
في عناوين مجلة انتيرير ديزاين. متجر فيتون في سنغافورة من تصميم بيتر مورينو ويعتبر الأكثر تطوراً. عالم مارميكو، التصميم الهندسي لصالة العرض أخذ من تصميم ياباني جاهز ونفذ في نيويورك. عملاق الإطارات بيريلي زيرو يدخل عالم الموضة من خلال متجر في ميلانو من تصميم شانغ. الموضة الراقية، الملابس والأكسسوارات تزين محبيها من خلال المحال من حول العالم. خبرنا أحمد لو سمحت، ليش اخترت لنا هالمجلة وشو بميزها عن غيرها؟ انتيريور ديزاين مجلة كمان بتعنيني لأنه أنا أصلاً مهندس انتيريور داخلي. بتضوي على كل ما له علاقة بالفن المعماري وفن الهندسة الداخلية والآرت بشكل عام. بتعرض تفاصيل الابتكارات بالغرب، بفرنسا، بألمانيا، بأوروبا بشكل عام، بأمريكا، وبتجيب لك إياهم بطريقة كتير مشدودة ومختصرة ومعلوماتية. يعني بتوصل لك معلومات، مش بتوصل لك حكي إنه إنشاء، يعني إنه هذا حلو والحياة حلو، لا، بتحكيك تكنيك. يعني اللي برأيها بيتعلم منها، بيتعلم من التجربات اللي عم بتجيبها من برا. إيه، بتحكيك تكنيك بالفينيشينج، بالعمارة، شو عمل الفنان أو المعماري أو المصمم، شو عمل، عشو اعتمد. بدي أسألك، فيها مواضيع غير عن الانتيريور ديزاين؟ يعني بيغطوا مواضيع تانية غير طبعًا مواضيع الهندسة الداخلية؟ طبعاً، لها علاقة بالعمارة، بالآرت، بالفاشن، بالمجوهرات، كل ما له علاقة بالتصميم. التصميم هلأ هو نحن منقول تصميم، يمكن بياخد واحد أنه مصمم يا فاشن شو أو مصمم معماري أو مصمم ديكور أو بالجرافيك. التصميم هو الهندسي، الهندسي هي أم الفنون، الفنون سبعة، الهندسي هي أم الفنون. فالهندسي تعتمد على كل ما يؤلفه شخص ما، يعني مهندس أو فنان أو مبتكر، أو كلهم بهالمجلة، يعني بيلاقوا كل أنواع الفنون يلي أكيد متصلة بفن العمارة موجودة فيها لهالمجلة. أكيد نحن كمان أنا بشكر اقتراحك، لأنه اليوم ضوينا على مجال معين لمشاهدينا ولجمهورنا يقدروا يتعرفوا على نوع من المجلات. أكيد حنكمل لقائنا معك. من مجلة انتيريور ديزاين اخترنا لكم تصميم مميز جدا لصالة عرض لوي فويتون يلي افتتحت مؤخرا بسنغافورة. خلونا نتعرف على هالمبنى الفني المميز ونرجع نعرف رأي ضيفنا فيه. شفنا هلأ مبنى جديد للوي فويتون بسنغافورة، والوي فويتون ماركة عالمية مشهورة جدا وعندها سفراء من مشاهير العالم وابتكروا هالمبنى الجديد. أول شيء خبرني شو رأيك بهالمبنى، وهل يا ترى أنت بتحب هالنوع المعاصر من الفن المعماري؟ أول شيء مبنى ملفت كتير وغريب بتصميمه المعماري، والإنسايد كمان كتير غريب. أول شيء سنغافورة مدينة غريبة ووجهة سياحية غاية في الغرام، لأنه مدينة كتير حديثة وفيها تصاميم معمارية يعني تدهش.
كمان المنطقة اللي موجود فيها هلا لوي فيتون هو المارينا باي سانس، ما بعرف إذا المشاهدين أكيد بيعرفوا، هن ثلاث تاورز وفي سوينج بول كبير ضخم فوق هي وراها هذا لوي فيتون. هذا لوي فيتون المبنى الغريب فيه إنه ما كان أصلاً، ما كان فيه له مكان، استحدثوا هذه الآيلاند بالمي ونعملت لحتى تتناسب مع المي، زاز وميتال حديد لحتى تحافظ على شفافية المكان، وبنفس الوقت بمكان في وراء الارت ساينس ميوزيوم كمان وراء لوي فيتون. هلا الشكل جاي مودرن كتير وجاي مثل مشطوب، وهو استيحاء اللي عامل الاركيتكت مستوحي هالمبنى من لوي فيتون، ال والفي هو اللوجو تبع لوي فيتون جاي مشطوبين، جاي يعني مشطوبين. استوحى التصميم تبع المبنى من اللوجو تبع لوي فيتون. حكيت قصص كثير مهمه عن سنغافورة، لانه هي المدينه تعتبر ريفولوشن، تعتبر ثوره. نعم. سنغافورة من ناحيه الهندسه المعماريه، واكيد انت بتعرف اكثر مني بالموضوع، بس انا لانه لما بقرا تاريخ هالمدينه هي يمكن اوائل المدن يلي ابتكروا، مش ابتكروا، يلي كان عندهم باسهاب ناطحات سحاب، يلي كان عندهم مباني كثير غريبه. حكيت عن المبنى يلي بيوصل او السويمينج بول يلي بتوصل مبنيين ببعضهم، يعني هيدي على الانترنت اكيد كل الناس يلي بيتابعوا على الانترنت الاخبار وصلت لهم. شو بيلفتك بالهندسه المعماريه بمدن معاصره مثل سنغافورة، مثل شنغهاي، مثل دبي وابو ظبي؟ دبي اصلا في، على فكره اذا بتروح على سنغافورة بتلاقي كثير مباني هي ذاتها بدبي، انه في مش اميتيشن بس في تقليل. في كومن في شيء يعني كومن بينه. هلا نحن متجهين صوب فيوتشر يعني، فاكيد اكيد عناصرنا بدنا ناخذها ونطلع فيها على الفيوتشر اكيد. هلا بدنا ننتقل شوي للشق الشخصي والفني منك ومن اعمالك احمد. بدنا نتعرف هلا معك على موضوع انا بدي بعد شوي احفظ الاسم. انت بتستعمل الاحرف العربيه بلوحاتك، وهذا الشيء انا كثير لقيته هيك غريب وفريد من نوعه، خصوصا انه الحروف العربيه هي رائعه جدا، يعني لوحه بحد ذاتها. خبرنا اول شيء شو اسم الفن يلي انت بتوجه لوحاتك له، وكيف بدا المشوار بهالموضوع؟ هلا انا بتبع تجربتي، يعني ماشي ضمن مدرسه اسمها المدرسه الحروفيه. المدرسه الحروفيه هي تستخدم كل انواع الخربشات والحروف من ما قبل التاريخ حتى اليوم. هلا فيك تستعملها بطريقه كلاسيكيه ضمن الخط العربي، وفيك تستعملها بطريقه منفجره ضمن الهوى اللي رايحين عليه اللي هو الفوتوريست، يعني المستقبلي. فانا اخذ الحرف العربي. ليش؟ انا اصلا بالجامعه الانتيريور ديزاين دبلومه تبعي كنت عامل مشروع التخرج هو نون، مركز اعاده احياء الخط العربي، انه مركز بتجي فيه بتعمل فونتات عربي. ليش انا عم بستخدم بعناوين المجلات على طول بستخدم فونت اجنبي، بقلبه وبشيله بركبه بيطلع معي اسم بالعربي مؤلف من فونت اجنبي. ليه ما ببتكر انا خطي؟ بعمل سجاد من الخط العربي، بعمل عنصر الجفصين بالبيت من خط العربي، بجزئ. ليش؟ لانه الخط العربي اصلا هو عباره عن صور من زمان، لما كانوا بدهم يكتبوا كانوا يكتبوا مقطع صوتي بس من خلال صور، هيك الهيروغليف بمصر وهيك بمباني النهرين والفراعنه والسومريين. فتجردت هالاحرف واختزلت عناصرها لانه كثير كانت عويصه صعبه لانه بدائيه، اختزلت لحتى وصل لعنا الالف هو مستقيم يربط الارض بالسماء، له علاقه بالمئذنة، له علاقة بجرس الجامع، له علاقة بشاهد القبر. الكائن يموت ولكنه يقف دائما قيوم الحروف والألف، دائما واقف مثل الألف. الألف كان هو الألف، ما معنى ألف؟ ألف يعني ثور، المعنى المفرداتي للألف يعني ثور، لهيك جاي كلمة أليف، أليف يعني من الألف من الثور.
يعني كل حرف له قصة. سوري ما بدي أقطعك بس عم تحكي بشغف بينعمل حلقة طويلة عليه. كل حرف باللغة العربية له قصة. نعم. طيب أنت بتستوحي لوحاتك من معنى الحرف ولا بتخدها يعني كيف ما بتروح معك الفكرة أو الوحي أو أنت وين موجود كشخص بمودك وبمزاجك يعني بترسم اللوحة؟ لا هيدي الباك جراوند. أنا عم بحكي هل عم بتفلسف يعني بما معنى أنه عم بتفلسف وبدي أعرف الفلسفة علاقتها بلوحاتك لأنه يعني كتير مهم. شوف كيف بتستعملها. عندك معارض عم تعمل معارض كاملة عن لوحات الحروفية قلت لي الحروفية العربية. أنا هذه الباك جراوند تبعك هذه مش بالضرورة تستخدمها. هلا أنا عندي بلوحتي بستخدم معتمد على قصائد وأبيات شعرية موجودة باخذها من كبار الشعراء العرب، محمود درويش، من طلال حيدر، من سعيد عقل، من الجواهر العراق، بدر عمالقة الشعر العربي يعني أكيد لحتى يكون فيه مضمون كمان مثل كأنه مسج بدك توصله. باخذ هالأبيات الشعر وبدمجها بطريقة مشظات انفجارية يعني لبين أنه حالتنا بعدنا عم نحكي قبل شوي أنه لغتنا العربية شوي تنحصر وتكاد يعني أنا بتبهى أنه بحكي إنجليش أكتر ما بتبهى أني أحكي عربي، مع العلم أنه كل حضارة تبرز بلغتها مش بلغات الآخرين. تنتقل الحضارات عبر اللغة. أنا بدي أقول لأمريكا نقلوا حضارتهم لأن عبر اللغة لا بالغزو ولا لأنه هذا شيء هامشي. صحيح بس كمان الثقافة يلي بتنقلها اللغة هي يلي بتأثر أقوى. على أكيد على استمرارية يعني حضارة معينة. وهون كان بيخدني لآخر سؤال بدي أسألك يا أحمد. أكيد إذا نطلع على السات عندنا بنشوف كتير مجلات وفي كتير مجلات عربية، ولكن نشوف أنه معظم المجلات بعربنا العربي ومعظم المنتوجات الفكرية إن كان كتب ولا مجلات ولا صفحات إلكترونية كلها باللغة الإنجليزية، معظمها باللغة الإنجليزية وفي لغات أخرى. برأيك هالشيء قديش رح يأثر على قوة وجود واستمرارية لغتنا العربية؟ وقلت شغلة كتير مهمة إنه نحن حتى بنتباهى بنحكي لغات أجنبية، هيدي أكيد نقطة قوة، ولكن قوة مع أولادنا كل الجيل الجديد بيحكوا لغة إنجليزي أو فرنسي أو أي لغة تانية. برأيك قديش هالشي بيأثر وقديش هالشي له خطر على استمرارية اللغة؟ بعتقد مثل ما بلشنا إنه نحن بشكل عام كمجتمعات أول شيء مجتمعات لا تقرأ. يعني بإسبانيا في إحصائيات هيك انعملت بإسبانيا من 2000 لل 2012 انعمل كتب قد ما انعمل كتب من 1400 سنة لهلأ ببلاد العرب. كتب القراءة بتروح على مطارات هيدا شيء خطير كتير خطير بتروح على هذه بإسبانيا. مش عم بحكي عن أوروبا ولا عم بحكي وإسبانيا هلأ متدهور رايح هنزول كاقتصاد. إسبانيا يعني كمساحة جغرافية وكعدد سكان يعني بتمثل الدولة عربية واحدة. ويمكن لما منسافر نحن يعني ما بدنا نكون على طول سلبيين مع أنه هيدا واقع. لما منسافر وين ما رحنا بأوروبا أو بأمريكا أو حتى بآسيا بتلاقي الناس عم بيقروا معهم الكتاب ومعهم جريدة. نحن عنا الناس بس يطلع شيء تكنولوجي جديد يا ريت بيقروا فيه يعني يا ريت على طول تشات وعلى طول امور خفيفه. اكيد نحن ما بدنا نوعظ الناس ولكن لانه بتهمنا حضارتنا بتهمنا ثقافتنا. عندنا ذكرت في شعراء وفي كتاب وفي قصص بمجتمعاتنا بتستاهل انه الناس يتابعوها. بنروح على المكتبات هون يعني بطلوع الروح تنلاقي كتاب باللغه العربيه جديد، بينما بتلاقي بتروح على المحلات بتلاقي على افضل 20 كتاب انباعوا في عندك 15 او 16 بلغات اجنبيه. مزبوط. أنا هون أحمد بدي أشكرك كتير على حضورك معنا، بدي أشكرك على اختيار المجلات، ودي أشكرك على الهيكل النكهة الثقافية والفنية يلي حكينا فيها لأنه قليل جدا لنقدر ببرامج أو بمجالات هيك تكون خفيفة ندخل هالعناصر المهمة وهالمواضيع المهمة يلي بتشكل نوعية بحياتنا وبتساعدنا نقدم نوعية للناس اللي أنا بشكركم كمان وبشكر مجلات.com. مشاهدينا فاصل ومنعود لمتابعة فقرات مجلات.com. بعد الفاصل بنتعرف على مجلة نسرينا، خليكن معنا. أهلا فيكن من جديد، منتابع مع مجلات.com وهلأ منكون مع فقرة الصحف الإلكترونية.
لهالفقرة اخترت لكم مجلة تين دوت كوم الإلكترونية. هي مجلة شبابية مثل ما اسمها بيعني، كل العاملين فيها هن من الشباب وعمرهم تحت العشرين سنة بمن فيهم رئيس التحرير. تهتم هالمجلة بشكل خاص بآخر أخبار المشاهير، أخبار أهم الأفلام السينمائية، كما بتهتم بالموسيقى والموضة، والقاسم المشترك بين كل الأمور اللي بتطرحها هالمجلة من مواضيع هو المراهقين واهتماماتهم. خلونا نتصفح سوا هالمجلة وهالموقع الإلكتروني. المجلة مثل ما شفتوا يعني الموقع الإلكتروني كتير سلس وكتير فيه من هيك من الحياة، لأنه بيتوجه للمراهقين. ومثل ما حكينا بتشوفوا في عندكم يعني ويندو أو في عندكم سكشن للفيديوز وسكشن لأخبار المشاهير، وأكيد هون رح يحكوا عطول عن المشاهير يلي بيهتموا فيهم المراهقين، وحتشوفوا أنه كلها شخصيات مشهورة للمراهقين بيهتموا فيها، يعني حتى مش شخصيات كبيرة بالعمر. هون منشوف جاستن تيمبرليك وجيسيكا بيال. بيرجع كمان في عندهم مكان مخصص للبرامج التلفزيونية ومكان مخصص للأفلام، وهون الأفلام أكيد بيحطوا مقاطع من الأفلام، بيعالجوا أخبار عن الأفلام السينمائية ويمكن شباك التذاكر وأهم الأفلام الموجودة على شباك التذاكر. وما بيخلى أكيد أي موقع إلكتروني أو مجلة للمراهقين والشباب إذا ما كان في قسم عن الموضة. رح نجرب نفوت على قسم الموضة لنشوف سوا هيدا الموقع شو أهم المواضيع يلي بيعالجها عن الموضة. وأكيد لما بيكون في مشاهير وموضة بيحكوا عن المشاهير، مين أهم المصممين يلي بيتعاملوا معهم. في عندهم سكشن عن الريد كاربت، وهلأ أكيد كان موسم لكتير من المهرجانات والجوائز، وهون منشوف أنه الريد كاربت كانوا عم بيحكوا عن الـ MTV موفي أوردز. وأكيد دايماً المراهقين بحبوا يعطوا رأيهم بأهم أو أكثر الفنانين يلي بيعجبهم ذوقهم بالتياب، والفنانين يلي بيلاقوا أنه الموضة بتخونهم أو الحس الموضة بيخونهم أحياناً. عم نشوف هون كمان في محل كمان صاروا المجلات العربية بيحكوا عنه Who wore it better، أو مين لبس الملابس نفسها بطريقة أفضل. شفنا فنانين عرب صار في المقارنة بيناتهم مثل إليسا وهيفا، عطول هن بالمقارنة. هون عنا كيم كارداشيان وغوينيث بالترو، هيدا أحد المواضيع اللي بيعالجها هيدا القسم من السايت. ودائما الموسيقى هي بتشكل شغف وولع لكل المراهقين، وهون بيكون أخبار عن أهم الفنانين والفنانين يعني اللي بيهموا هالشريحة من المراهقين. بيحطوا مثل توب 10 أفضل 10 أغنيات ميوزك وفيديو كليبس جديد، بيعطوا كمان سناب شوتس عنهم، وبيكون في أبلودينج لفيديو كليبس وأغاني عم بتنال استحسان من هالشريحة من القراء أو المتصفحين. بعد فقرة الموسيقى أو السكشن المخصصة للموسيقى عندهم سكشن مخصصة للكوميديا ولا الضحك اسمها لول، وصار تعبير شائع على الإنترنت. كما عندهم موقع بالموقع عندهم مكان مخصص للجوائز، وأكيد كل المراهقين لما بيشاركوا بيحبوا يكونوا عم يتفاعلوا مع الماركات اللي بيحبوها. عندهم كمان سكشن بيعطوا فيها جوائز يلي للناس أو للمراهقين يلي بيشاركوا عطول معهم بهالموقع الإلكتروني. وصلنا هلأ لفقرة مشاهير واللي اخترنا لكم مضمونة من مجلة نسرينا. خلونا نتعرف على أهم العناوين الفنية لمجلة نسرينا لهالأسبوع. في عناوين مجلة نسرينا: أفضل نجمة صاعدة في الميركس دور سابين، لم أدخل الفن لأتحدى ولا أحد يحطمني. ديما قندلفت: أفضل العمل مع نادين لبكي على أي فرصة في مصر. رولا تلج: حذرني الجميع من ابنها رياض وهذه حقيقة غياب وردة. بلقيس: للدخيلات على الأغنية الخليجية ستوب. من مجلة نسرين اخترنا لكم هاللقاء الخاص واللي كان موضوع غلافة الرئيسة. خلونا نتابع سوا شو اللي ورد بهاللقاء وبنرجع نتابع حلقتنا. تتذكر كلمة حلوة سرعان ما عادت الصبية الشقية تشق دربها إلى النجومية، اختارت الأغنية اللبنانية الكلاسيكية وطرحت مفاجأتها الفنية الأولى آخر همك من كلمات مروان خوري وألحانه،
فبشرت بصوت فتي واعد. لكن تفجير قنبلة غنائية في زمن الركود كاختيار الموسيقار الياسر رحباني المغنية الصاعدة سابين في توقيت حساس خلال ارتفاع مؤشر انطلاقتها إلى أعلى منسوب لفت انتباه النقاد والناس. بيني وبينك يا هلين في حب وغني. هكذا غنت سابين بيني وبينك وأعادت إلى الذاكرة العربية أحلى أيام الصيف اللبناني. ليلي بيني وبينك في أسرى. هكذا جاءت مقدمة اللقاء الخاص والذي أجرته مجلة نسرين مع الفنانة سابين، والتي تحدثت من خلال هذا اللقاء عن دعم مروان خوري لها، وعن تعاونها مع الفنان الياسر رحباني، وعن خططها المستقبلية، وعن تحضيرها لعمل خليجي، كما كان لها تعليق حول جائزة الموليكس دور وحول رجل أحلامها. في حد الزمان يمكن بكرة الحبيب يمرق مثل الغريب وما يذكر اللي كان. منتابع مع مجلة نسرينا ومع جولة على أهم الأحداث والأخبار الفنية يلي شهدتها الساحة العربية والعالمية لهالأسبوع. نبدأ جولة أخبارنا الفنية من مصر، ومع خبر دخول المطربة المعتزلة شادية إلى مستشفى الصفا في القاهرة بعد تعرضها لالتهاب رئوي حاد نتيجة نزلة برد عانت منها خلال الأيام الأخيرة، ورغم طلبها بمنع الزيارات إلى أن بعض الفنانين لم يمتنعوا عن الحضور ومنهم يسرى وشهيرة. ننتقل إلى الفنانة نجوى كرم، والتي اختارتها شركة لوريال العالمية كأول سفيرة عربية لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد أعلن النبأ في مهرجان كان على السجادة الحمراء، حيث أطلت نجوى بفستان أبيض من تصميم زهير مراد. نتابع مع الممثل السوري مكسيم خليل، والذي أعلن انسحابه من مسلسل ساعات الجمر أو الولادة من الخاصرة في جزئه الثاني، وعاد خطوته إلى سببين. الأول هو أنه صور مسلسل روبي في لبنان لمدة 8 أشهر وهو بحاجة إلى الراحة، والسبب الثاني يتعلق بالشخصية التي لن يقدر على إضافة الجديد إليها في الجزء الثاني، ونفى ماكسيم أن يكون على خلاف مع مخرجة العمل رشا شربتجي. وأخيراً توجه المنتج محمد حسين المطيري من الكويت إلى تركيا برفقة الملحن عبدالله القعود والموزع الموسيقي ربيع الصداوي لتنفيذ المقدمة والموسيقى التصويرية لمسلسل مطلقات صغيرات، والذي يقدم نماذج لمطلقات في سن مبكر يواجهن واقعهن المؤلم في المجتمع. فاصل ومنعود لمتابعة مجلات دوت كوم. بعد الفاصل رح نتعرف على مجلة ميد، خليكن معنا. أهلا فيكم من جديد، منتابع حلقتنا مع مجلة ميد المتخصصة بعالم الأعمال بالشرق الأوسط. خلونا نتعرف على أهم عناوين هالمجلة لشهر يونيو حزيران 2012. في عناوين مجلة ميد: العنف يعود إلى لبنان، شركة مناجم تستثمر في مناجم المعادن في جنوب الصحراء الكبرى، أبو ظبي تطور خطط معمل تكرير الألمنيوم، الكويت تجذب الشركات من خلال جسر الدوحة. منكمل مع مجلة ميد ومننتقل هلأ لغلاف الأسبوع. الغلاف الأسبوعي لمجلة ميد بيختاروه من أهم المواضيع الساخنة بالمنطقة، إن كانت سياسية إن كانت اقتصادية أو إن كانت أمنية، وأهم ما بيعالجوا فيه هو تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والأعمال بالدولة المعنية بهالحدث والدول اللي بتتبعها. لهالأسبوع اختاروا لنا الأحداث اللي عم بتصير بلبنان، وكل الناس عم بيتابعوا بالأخبار تبعيات الأحداث الأمنية بلبنان، الدولة يلي كل سنة أو البلد يلي كل سنة عم بيصير عنده أحداث عم بتأثر على اقتصاده، خصوصا قطاع الخدمات وقطاع السياحة. لبنان قطاع السياحة عنده بشكل مردود كتير مهم، إن كان لخزينة الدولة وإن كان للشعب عامة. وهون كتير مهم نلقي الضوء إنه بهالمقال عم بيحكوا على مجالين: هل تبعات هالأحداث اللي عم بتصير
إلى نتائج سلبية أو نتائج إيجابية على البلد. وفي ناس بحللوا بيعتبروا أنه الأحداث اللي عم بتصير ممكن تأثر وتصير في ويصير في حرب بالمنطقة المعنية، إن كان لبنان أو سوريا، لأنه البلدين كتير عم يتأثروا بالأحداث اللي عم بتصير فيهم. وفي ناس بيعتبروا أنه حتكون التبعات أو النتائج كتير سلبية. وكلنا بنعرف أنه في أبروتش معينة أو في فكر معين بالاقتصاد بيقول أنه بعد كل حرب النمو والإنتاج والثورة العقارية لإعادة الأعمار بتأثر إيجاباً على الاقتصاد. ولكن لما الأمر بيتعلق بالسياحة بفتكر بيكون التأثير سلبي جدا، لأنه لما بيكون في موسم سياحي ومثل ما شفنا بالأخبار ومثل ما المقال عم بيحدد أنه بيصير في خسارات فورية من ناحية الحجوزات بالفنادق والحجوزات مع شركة الطيران. خلونا نتعرف أكثر على هالمقال وعلى التحليلات يلي وردت بهالمقال من مجلة ميد، ومنرجع منتابع حلقتنا. تسود حالة من الترقب على أداء الاقتصاد اللبناني في عام 2012 لتقييم مدى تأثره بالأحداث الأمنية في شمال لبنان، لكن يجمع الخبراء الاقتصاديون أن الاقتصاد المحلي سيتمكن من تحقيق نمو أفضل من العام 2011 في حال عدم وقوع أي تغيير مفاجئ في المعطيات. توقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن نمو الاقتصاد اللبناني إلى ما يقارب 3% في عام 2012 مقارنة بنسبة 1.5% فقط في عام 2011 بسبب الأزمة الحكومية وظاهرة الربيع العربي في الشرق الأوسط. لكن العامل الذي يمكن أن يكون له تأثير على الاقتصاد اللبناني في عام 2012 هو تسرب الاضطرابات الأمنية من سوريا إلى مدينة طرابلس الشمالية، لا سيما بعد الاشتباكات الأخيرة في مدينة طرابلس. وقد أشار تقرير لإدارة الإحصاءات المركزية إلى انخفاض عدد السياح في لبنان بنسبة 8% في الربع الأول من عام 2012، وأفاد إحصاء أجرته صحيفة ديلي ستار أن الفنادق اللبنانية بدأت تشهد إلغاء للحجوزات بنسبة تصل إلى 50%، كما أشارت وزارة السياحة إلى تراجع العائدات السياحية بنسبة 15%. رغم تحذير الإمارات، قطر والبحرين، الكويت وعمان مواطنيها من السفر إلى لبنان، إلى أن المختصين يرون أن تراجع عدد السياح في الربع الأول يعود إلى انخفاض عدد السياح من آسيا وأوروبا وليس من المنطقة العربية، وأن تأثير الأحداث في سوريا وشمال لبنان على القطاع السياحي في عام 2012 سيكون محدود، إذ أن الجزء الأكبر من القطاع السياحي في لبنان يعتمد على اللبنانيين المقيمين في الخارج والذين يزورون لبنان وليس على السياح العرب والأجانب. قبل ما نختم مع مجلة ميد، بحب ذكر أنه أكثر الأمور يلي لفتتني بهالمجلة هي الإحصاءات والجرافيكس الموجودة، ولما بتطلعوا على المجلة بتشوفوا أنه هيدا موضوع بيأثر كتير إيجابياً لنقدر نفهم المضمون تبع التقرير ونقدر نتذكره أكثر، لأنه لما بيكون موضوع كله في حكي وكتيبة الجرافيكس والإحصائيات بتخلينا نتذكر أهم النقاط الموجودة فيه، وكتير بارعين بهالمجلة بالجرافيكس وبالإحصاءات يلي أكيد بتكون بتخص الموضوع اللي عم بيعالجوه. وآخر شغلة بحب ذكرها أنه بأول صفحة من المجلة عطول بيعطوكن شو هو التقرير يلي رح يعالجوه بالأسبوع المقبل يلي رح يكون على غلاف المجلة. بتمنى أنه اختيارنا لهالمجلة حبيتوه وأنه لقيتوه مفيد، لخصوصا للي بيحبوا يقروا بمجال المال والأعمال ولكن بدهم معلومات سريعة وكتير ثرية من حيث المضمون. هلأ منكون مع فاصل، وبعد الفاصل بنتعرف على مجلة آي سباي ماجازين، خليكن معنا. أهلا فيكن من جديد، وصلنا هلأ لفقرة الصحف العالمية. لهالفقرة اخترت لكم مجلة آي سباي الأمريكية والمتخصصة بكل شيء بيتعلق بمواضيع الاستخبارات والأمن وقوات الدفاع والقوات المسلحة. هي المجلة الوحيدة بالعالم يلي بتتوجه بشكل مباشر للعاملين بمجال التجسس والاستخبارات. صدر أول عدد لهالمجلة عام 2001 وهي موجودة بأكثر من 36 دولة بالعالم. بتعتمد المجلة على الأسلوب المبسط بطرح مواضيعها وعلى كثير من الصور
يلي الشيء اللي بيخليها تكون كتير سهلة ومسلية وبمتناول كل شخص بيرغب بمتابعة هالعالم الغامض والسري. خلونا نتصفح هالمجلة سوا ومنتابع حلقتنا. بعد مجال الاستخبارات والتجسس ننتقل هلأ لموضوع مختلف تماماً ومنكون مع فقرة لايف ستايل. بهالفقرة اخترت لكم من موقع CNBC الإلكتروني تصنيف أفضل الوظائف لعام 2012. هذا تصنيف أفضل 10 وظائف لعام 2012. في المرتبة العاشرة حلت وظيفة المتخصص بالرياضيات. في المرتبة التاسعة وظيفة محلل أنظمة الكمبيوتر. في المرتبة الثامنة وظيفة مدير الإعلانات على شبكة الإنترنت. في المرتبة السابعة وظيفة معالج ذوي الاحتياجات الخاصة. في المرتبة السادسة وظيفة خبير السمع. في المرتبة الخامسة وظيفة خبير الحسابات. في المرتبة الرابعة وظيفة طبيب الأسنان. في المرتبة الثالثة وظيفة مدير الموارد البشرية. في المرتبة الثانية حلت وظيفة خبير شؤون التأمين. وفي المرتبة الأولى جاءت وظيفة مهندس البرمجيات. منتابع مع فقرة لايف ستايل وبنكون هلأ مع موضة الكاب لصيف 2012 واللي اخترنا لكم إياها من مجلة أسك مان. This is Dana from New Era, and we are here at our New York City flagship store in Soho. And today we're going to talk about three of our top trends for summer 2012. So the first cap that we're going to talk about is our signature cap. It's our 5950 fitted, which is really what we're known for. And for summer 2012, the cap that's really in right now is the 1912 Yankees cap. So this is when, in 1912, when they were known as the New York Highlanders, this is the cap and the logo that they wore. So we're bringing it back now in 2012. And again, it's one of those styles that people don't have in their closet and they definitely are looking for. Our second style is the 950 snapback. And this is one of those caps that when you go into your dad's closet, you probably see. It's the one with the plastic closure on the back. We've made it so it looks and feels like a 5950 on the front, but it is adjustable. It definitely is something that you need to have as part of your wardrobe. And you probably have a lot of baseball caps, Yankees, Dodgers, those kind of caps in your closet. Well, now you can do NFL logos with New Era now. And our third style that's really popular, it goes back to the 950 snapback, but we changed the visor a little bit. It's called the A-frame snapback. So instead of that curved, longer visor that you see on most of our baseball caps, this one's a little bit shorter and a little bit more square. It's really about style preference. It also it sits a bit lower on your head. The crown is just a little bit shorter. A trend that started on the West Coast, so that skater kid, and it's just made its way over. Really, really on trend for summer 2012. لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج مجلات.com. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة يلي لأول مرة حكينا فيها عن الفنون التشكيلية وحكينا كمان عن مجال المال والأعمال والفقرات المعتادة. انطرونا بحلقة السبت المقبل وخلوكن معي أنا أنطونيو شدراوي على DMTV. تصبحوا على ألف خير.